عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعا مع ممثلين عن وزارة الداخلية، وذلك بهدف استكمال المناقشة والتداول حول مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017، حيث اطلعت اللجنة خلال لقائها بالوزارة على مرئياتها بهذا الشأن، كما بحثت دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند باء من المادة 105 من دستور مملكة البحرين وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة، إلى جانب مناقشة مرئيات جهات ذات الاختصاص بالمشروع. وقد تم التصويت بموافقة ثلثي أعضائها على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب للمناقشة. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب خالد الشاعر، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب. أهلا بك، وما أبرز ما خلص إليه الاجتماع حول التعديل الدستوري؟ أهلا وسهلا، مسيكم بالخير. طبعا اليوم كان عندنا تقريبا آخر اجتماع مع وزارة الداخلية لنستطلع ويستطلع يعني تعرض وزارة الداخلية على أصحاب السعادة النواب داخل اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية مرئياتها بما يخص التعديل الدستوري التي أتى تقريبا قبل 13 يوم من اليوم، وتمت الموافقة بأغلبية يعني الحضور الثلثين. نعم. أغلبية الحضور للجنة على تمرير ورفع التقرير إلى هيئة المكتب لعرضه على جلسة يوم الثلاثاء القادم. نعم. طبعا أهمية هذا التعديل الدستوري طبعا هو داعم رئيسي إلى الأمن. طبعا احنا نعرف الأمن اليوم له يعني كذا 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 فرع له، يعني بيدعم الأمن الاقتصادي وبيدعم الأمن الاجتماعي، وأيضا سيدعم مكافحة الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي. وبعد مقارنة بعد ما تم مقارنة التعديل الدستوري مع المملكة يعني مع دساتير بعض الدول العربية بما فيها مصر والإمارات والمملكة الأردنية ودولة الكويت، لاحظنا ان احنا بعد التعديل الدستوري جاء متطور ليخدم البنية التشريعية والدستورية بما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن الاقتصادي والاجتماعي. نعم، سعادة النائب خالد الشاعر، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.